امك اللي هي يعني ايه تيتا انعام. انعام امي. ودي حماتك اللي هي مجيده. حماتي مجيده. تمام تمام. ودي دي بابا فاكر القطر ده؟ ايه القطر ده؟ يعني القطر ده ليه علاقه باللي حصل لي؟ يعني هل القطر ده لما خبطني انا فقدت ذاكره ولا ايه؟ لا يا بابا، ده اللي انت اشتريته لي في عيد ميلادي الخامس. عيد ميلادك الخامس؟ تصدقي كنت فاكر ان عيد الميلاد ده بيتعمل مره واحده بس في السنه، بيتعمل خمس مرات. لا ما انا ساعتها بقى كان عندي خمس سنين. عيد ميلادك الخامس لما بقيتي خمس سنين. طب وانت عندك كام سنه دلوقتي؟ 10. يعني انا جبت لك القطر ده من خمس سنين. بس برافو عليكي والله. ايه ده محافظه عليه، شاطره. ايوه. طب بص بقى. بص قولي دي مين بقى؟ دي نسيت تاني. يا بابا حرام عليك، بقى لي ساعتين بفكر فيه. ساعتين؟ ليه؟ يا نهار ابيض، ده انا اتاخرت جدا على الاستاذ رمزي. هو عارفه طيب قوي بس ساعات بيقعد يشخط فيا. يا استاذ رمزي. ايه غلط ان اقول له للاستاذ رمزي؟ اقول له ايه؟ اقول له رمزي بيه؟ رمزي بيه. يا دي عادل. ايوه رمزي بيه. عادل خد بسرعه يا غبي. ايوه فهم. ساعتك كام؟ 2:30 حضرتك. 2:30 دي بقى ما بتفكركش بحاجه؟ بتفكرني بايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت خايف ولا ايه؟ ما تخافش يا ابني، احنا ولاد عم وانا هضربك يعني. حضرتك بتفكرني انها قبل 3:30 او بعد 3:30؟ بعد 3:30؟ لا بتفكرك بالايس كريم بتاعي. حضرتك انت ضارب لغايه دلوقتي 3 ايس كريم يعني. ايه ده؟ انت هتعد عليا؟ هتعد عليا؟ يلا يلا نجر امشي، وهات لي علبة الكشري وانت راجع. يلا اجيب لك حضرتك علبة كشري. يا حضرتك انت لسه ضارب 2 مهلبية، هو انت بتحلل الاول وبعدين تحبس بالكشري يعني؟ انت هتقعد تبص لي في اللقمة؟ لا حضرتك انا هكتب، يعني انا هكتب عشان ما انساش يعني. اكتب على الله بس. بتعرف تكتب ولا ايه؟ حضرتك انا لقيت نفسي دي الحاجة الوحيدة اللي انا فاكرها يعني. حضرتك اوامر الاستاذ رمزي، تحت امرك يا فندم. اكتب عندك انت تعدى على القهوه بتاعتي تجيب لي الطلب بتاعي. انا اسف يعني معلش، هو ايه الطلب؟ وانت كل شويه هقعد معلش معلش هقعد افكرك. حضرتك معلش انا هكتب اهو، هكتب انا كاتب بحضرتك كنت طلبت سحلب وبعدين طلبت عناب وبعديها ب 10 دقايق جبت لك جنزبيل وشاي وبعدين جبت لك قرفه وبعدين قهوه ساده وبعدين قهوه زياده. انا اسف يعني، هو حضرتك بتطلب طلبات الشهر كلها النهارده يعني، ولا انت مثلا بتعمل ايه، ولا انت شريك في القهوه؟ انت هتفكر هتفكر. انت مالك انت مالك؟ انت تسمع الكلام وانت ساكت خالص يا غبي يا غبي. يلا يلا نجرب. وبعدين وانت راجع ما تنساش تعدى على الجرايتلين عشان تجيب لي الملابس بتاعتي. جرايتلين. جرايتلين. ايوه اكتبها صح. جرايتلين. وبعدين يا عادل انا خلاص يعني قررت اتجوز اختك سناء. حضرتك يعني انت كنت الفتره اللي فاتت ما اتجوزتهاش ليه وجاي تتجوزها دلوقتي؟ يعني انت كنت ناسي برضو ولا ايه؟ لا يا لا فهم يلا، يعني انت فاهم يعني ان الدنجمانات اللي زي يعني عندهم بقى مغامرات حول البلاد، فانا الحمد لله لما خلصت البلاد قلت بقى اتاهل واتجوز سناء. يلا اتجوز سناء. والله يعني وانا في ديك الساعه اما حضرتك تتجوز خالتي يعني. يا ابني افهم، ضحكتني يا دي عادل والله. افهم يا ابني، اختك اختك، وبعدين يعني جحا اولى بلحم طوره. طب حضرتك انا اسف بس حضرتك تبقى جحا ولا طوره؟ انت هتغلط؟ انا الطور. طب فاكر يا عادل يا حبيبي لما كنت بتلعب في الشارع وبعدين بنطلونك اتقطع وبعدين سناء مسكت البنطلون وقعدت تخيطه؟ استنى بس اقول لك انا بس ايه. انت كنت بتلعب في الشارع كده هو. ها ايه يا عادل؟ ايه يا عادل؟ ها افتكرت يا حبيبي؟ لا ما افتكرتش. طب انا بقى هفكرك. افتكرت يا حبيبي؟ لا انا يا عادل بقى اللي هفكرك، لان يا حبيبي ذكرياتنا كلها مع بعض. فاكر واحنا صغيرين؟ افتكرت؟ لا مش فاكر، بس واضح ان انت شريره قوي يعني. طب خلاص يا جماعه سيبوني بقى انا اللي هفكر. بص يا ابي انا هفكرك بشويه حاجات دلوقتي ذاكرها هترجع لك حالا. ها افتكرت؟ ايه ده؟
انا مش فاكر حاجه خالص، انا مش فاكر حاجه خالص، انا مش فاكر حاجه خالص. هابيك شيشيك دبع كش ملك 10 37. لا انا عايز الله 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 الله. انا بكون البازار قهوه، انا بكون البازار قهوه. يا رموز حبيبي والله يعني انا حضرتك قلت اتسلى شويه يعني على ما حضرتك تيجي، يعني انا اسف يعني حضرتك يا رموز حبيبي. تتسلى ايه يعني دلوقتي؟ افرض في حد دخل عليا دلوقتي هيقول علينا ايه؟ صيع هتبوظ لي شكله قدام السياح. بس معلش مش قدام صحابي، انا ماشيهم وانا ماشيهم حضرتك وهتصرف. حاضر ماشي يلا بسرعه مشيهم وبسرعه وكل حاجه ترجع مكانها كل حاجه. حاضر حاضر هلم الدوم انا وهظبط كل حاجه. يا غبي يا غبي. حاضر حاضر معلش. يلا يلا اتكلوا على الله، ده مكان اكل عيش، ازاي تيجوا تقعدوا في مكان ليش؟ هنكمل بعدين اول ما يمشي. ها يلا كشم له. نفض له نفض له. حاضر حاضر هنفض له هنفض له. حاضر انت عارف يا دي عادل لو ده حصل تاني ايه اللي هيحصل؟ حضرتك اه صحيح ايه اللي هيحصل؟ وانا بسالك يا غبي. حضرتك يعني انا اوعدك ان ده مش هيحصل تاني ومش هيتكرر تاني حضرتك يعني. خلاص هعديها لك يا عم المره دي. قول لي بقى الشغل عامل ايه في غيابك كتير اللي انا بقعد اغيبه ده؟ حضرتك الشغل ماشي زي الفل الحمد لله يعني، ومفيش اي حاجه وما غلطتش ولا غلطه الحمد لله النهارده. ايه ده ما غلطتش ليه ماشي. وايه دي؟ ايه فرده الشبشب؟ هتطلع على المكتب فرده الشبشب؟ حضرتك اصل كان في سايحه جت هنا اهو في البازار، حضرتك كانت عايزه تاخد شويه تماثيل وبعدين الفلوس اللي معاها ما قضتش، فروحت انا بقى ايه فكرت فكره ان انا اخد منها بقى فرده الشبشب دي رهن على ما تجيب بقيه الفلوس. فرده واحده يخرب بيتك، فرده واحده يا ابني انت ما كده ممكن تمشي على رجل واحده يا عادل. انت كنت ممكن تاخد منها الفرده الثانيه على الاقل وكنا نعرف نبيع الشبشب كله. شبشب كله. خلاص حضرتك المره الجايه هاخد منها الفرده. حاضر 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 ماشي. وعلشان بقى ما تنساش تاني وكل شويه بتغلبني، ها هات الكرباج اللي وراك ده عشان هتنضرب. لا حضرتك بلاش الكرباج والنبي والنبي بلاش الكرباج. هتنضرب يعني هتنضرب يعني هتنضرب. حضرتك يعني بلاش الكرباج لانه بيلسوع جامد. بلاش الكرباج حضرتك. هات الكرباج اخر مره اخر مره، وبعد كده اي واحده بقى مش هتدفع الفلوس كامله هاخد منها الفردتين. طب استنى استنى، افرض انت بقى ايه قعدت ناسي كتير ومفتكرش حاجه خالص، ينفع انا بقى اخد منك المصروف مرتين في اليوم الواحد؟ مرتين تاخدي مصروف طبعا. هو انت اسمك ايه؟ حسنات. حسنات ده اسم حلو قوي يا حسنات. ياسمين. عيب كده عيب كده تضحكي على بابي، هو لو كده هيقعد عادي ويعيش عادي زي ما كان عايش يعني في ايه؟ هي عادل انت لسه صاحي يا حبيبي؟ ما انا مش عارف انتوا بتناموا الساعه كام بالظبط يا طنط. طنط ده نمك. ده نمك مين يا سنحات؟ ايه يا رامي؟ ايه يا رامي؟ مش تسيبي عادل يرتاح شويه ولا خلاص انعدم من عندك التمييز؟ إيه؟